هل بحق لنا كصحفيين إعلان موقفنا الشخصي من حدث أو من قضية؟ بتكرر وسائل الإعلام الدولية تذكير العاملين معها بضرورة الحذر وعدم إشهار مواقفهم الشخصية عبر السوشيال ميديا، وهذا إجراء مألوف بميل الإعلام الغربي لفرض ضوابط على الصحفيين عند التعبير عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتثبيت حياد الصحافة والمؤسسة. لكن حتى بالغرب عم نشهد ميل متزايد لصحفيين ولا إعلاميين للتعبير عن آرائهم وانحيازاتهم. رئاسة دونالد ترامب وملفات اللجوء والهجرة وصعود اليمين المتطرف بأكثر من دولة أخرج الكثير من الصحفيين عن دورهم التقليدي ليجاهروا بمواقف واضحة مباشرة مما يحصل بالعالم. بالمنطقة العربية تحول الصحفيين لأدوات مباشرة للصراع من خلال آرائهم عبر السوشيال ميديا، والانقسام العميق حول قضايا أساسية بمنطقتنا وطبيعة التفاعل مع الرأي العام عبر منصات تويتر وفيسبوك أثار أسئلة حول الخط الفاصل بين العمل الصحفي وبين الرأي. البعض بيعتقد أنه امتناع الصحفيين عن النشاط العام وعدم إبداء موقف واضح تجاه قضايا سياسية وحقوقية أمر بيخدم النزاهة الصحفية وبيخدم فكرة الانحياز للحقيقة المجردة. لكن هل ما كان صح قبل عقدين أو أكثر صالح لعالم اليوم؟ الإعلام بمنطقتنا متهم بالتحريض ومتهم بالانحياز وبالترويج والالتصاق بسلطات وبمحاور، وهيدا طبعا صحيح. فالحقيقة بمنطقتنا تتغير بحسب موقعنا من الانقسام السياسي، ومن هو خارج هالاستقطاب إما بالسجن أو مقتول أو مهمش وغير فاعل. هالمعادلة جعلت فكرة الرأي بصفة مناصرة لقضية محقة بمثابة حماية للصحافة نفسها ولإعادة الالتزام بالحقائق دون خوف من تظهير القضايا. والانحياز بهالمعنى هو تعويض عن عجز مهني. فأنظمة مختلفة بمنطقتنا عم تفرض قيود هائلة بتعيق عملنا الصحافي. فعدم قدرتي مثلاً على إنجاز قصص صحفية ميدانية عن الموت الرهيب بسوريا وفناء الآلاف تحت التعذيب بسجون النظام السوري وقصفه التدميري بالكيماوي وبالبراميل ما بيخلي أمامي سوى المناصرة بصفتها سلاح تعويضي. كمان كصحفية ما بقدر كون حيادية تجاه سياسات أنظمة عديدة بالمنطقة. أنا مثلاً ما حصلت على تأشيرة دخول لإيران للتغطية الصحفية، فهل هالشي بيعني أنه ما يكون عندي رأي بالقمع الإيراني لمعارضي الداخل وللسياسات الإيرانية التوسعية والمذهبية بالمنطقة؟ ما منقدر مثلاً لما بيتعلق الأمر بجريمة واضحة مثل اللي أودت بحياة الصحافي جمال خاشقجي أنه نساوي بين دلائل وحقائق وتاريخ من الممارسات التعسفية للنظام السعودي المتهم بقتله وبين وجهة نظر منكري الجريمة من دون إثبات؟ حرب اليمن بكل مآسيها والتقارير المثبتة عن الانتهاكات، تراجع المخيف بالحريات والوضع السيء للمعتقلين والمعتقلات بمصر وعدد من السجون العربية، العمالة بدول الخليج، دور قطر بدعم وتقوية جماعات إسلامية متشددة بأكثر من بلد ونزاع. الأمثلة ما حتخلص. أحياناً كصحفيين عرب نقدر ننجز تحقيق أو مادة صحفية، لكن بأحيان كتيرة ما منقدر بسبب التضييق والمنع والرقابة. هون تبرز المناصرة كخيار اضطراري، والمناصرة ما بتعني الاختيار بين رأيين، بل هي بتعني بشكل واضح الانحياز للطرف المستضعف مين ما كان. بحالات كتيرة لا يمكن أنه نفسح مجال متساوي للمرتكب وللضحية. علينا بهاللحظة أنه نكون صادقين وليس حياديين. كصحفيين لدينا تفويض بعدم الانحياز، لكننا أيضاً مواطنين نهتم بمجتمعاتنا ومن المستحيل ما يكون عنا آراء. يمكن فينا نقول إنه الصحافة ناشط بسبيل الحقيقة، ولهيك لازم يكون راديكالي بقول هالحقيقة. مناصرة العدالة بتنجز عبر الانحياز للضحية وعبر السعي لاستعادة حقها، والحياد بعالمنا اليوم هو انتصار للمعتدي.